إحدى حركات اليدين التي نستخدمها منذ كنا أطفالا صغار، كبرنا ونحن نقوم بها بحسن نية دون أن نعرف المعنى الحقيقي لها، والذي كان من أكثر الإساءات على مر العصور. ما قصة تلك الحركة؟ ولماذا يجب أن نتوقف عن استخدامها؟ حركة اليد V. التواصل سمة أساسية لكي نفهم بعضنا البعض ونعبر عن آرائنا بشكل واضح، كما أن الأمر لا يقتصر على استخدام اللغة، بل وكذلك تعبير الوجه والعينين وحركات اليدين التي تكون أساسية للتعبير عن المشاعر التي نشعر بها. وبذلك تكونت منظورات محددة لحركات اليدين، فجميعنا نستخدم الإيماءات والحركات بأيدينا بشكل طبيعي وتلقائي دائما، وقد بدأ استخدام هذه الطرق منذ أن بدأ تطورنا لتكون لها دلالة ثابتة على مستوى العالم، بحيث أن القيام بحركة معينة يدل على معنى واحد في العالم كاملا. لكن هل سبق لك أن فكرت في حقيقة أنه على الرغم من كون هذه الحركات تبدو طبيعية لنا وبديهية للغاية، إلا أن لكل منها أصل وقصة؟ فمثلا كانت إشارة القرنين، إشارة موسيقى الروك المحبوبة في الأصل، حركة قديمة تستخدم كتعويذة لدرء الشر، وأول من جعلها مشهورة في موسيقى الهيفي ميتال هو روني جيمس ديو بعد تعلمها من جدته الإيطالية. حيث أننا نجد دائما الحضور في حفلات موسيقى الروك يقومون بعلامات القرنين الشهيرة، والتي تظهر برفع إصبع السبابة والخنصر بينما تطوى الأصابع الأخرى. ولكن قبل استخدامها كرمز لموسيقى الروك، استعملت علامة القرنين لدرء العين الشريرة التي تصيب الناس بالضرر. وكان ذلك حتى عام 1979، عندما أصبح روني جيمس ديو المغني الرئيسي لفرقة بلاك ساباث الإنجليزية، وبذلك وجدت حركة القرنين طريقها إلى موسيقى الروك الصاخبة. وقبل روني كان أوزي أوزبورن هو المغني الرئيسي للفرقة، وكانت حركته المميزة علامة النصر باليدين من طقوس معجبيه. لذلك عندما اعتلى روني المنصة قرر تقديم حركة جديدة، فاستعار علامة القرنين التي استخدمتها جدته كوسيلة لدرء الشر، إذ قد شعر أن الارتباط الوثني للحركة سوف يتناسب تماما مع أيديولوجية الفرقة. ومع أن بلاك ساباث لم تكن أول فرقة تستخدم علامة القرنين، لكنها بالتأكيد كانت هي الفرقة التي جعلتها مشهورة. فقد سبق وأن جرى استخدام الحركة من قبل فرقة الروك الأمريكية كوفن في العام 1969، والتي تشكلت من مجموعة من المغنيين المعتنقين لشخصيات الثقافة المضادة مثل أنتوني لافي الشيطاني الشهير الذي استخدم علامة القرنين لتمثيل الشيطان. وأما عن الحركة الأهم والتي لابد من تسليط الضوء على أصلها وقصتها، فهي حركة إشارة النصر الشهيرة، والتي يشار إليها لغويا بالحرف V، حيث حث سياسي بلجيكي من خلال إذاعة BBC الناس على استخدام الحرف V كرمز للمقاومة. كانت علامة V أو علامة النصر هي واحدة من أكثر إيماءات اليد شيوعا في العالم، يتم فيها رفع السبابة والإصبع الأوسط مفصولين بمسافة، بينما يتم تثبيت الأصابع الأخرى في قبضة اليد. وعلى الرغم من أننا نستخدم الإشارة عموما للإشارة إلى النصر أو السلام، إلا أن لها معان مختلفة اعتمادا على الثقافة والوقت الذي استخدمت فيه. فعلى سبيل المثال، في بعض البلدان وبشكل أساسي دول الكومنولث، تم اعتبار علامة V مع إظهار ظهر يدك بعيدا عنك بمثابة إشارة هجومية. أما أثناء الحرب العالمية الثانية استعملت كرمز للحرية، وفي وقت لاحق في بعض البلدان مثل اليابان استخدمت الإشارة أيضا كحركة معتمدة أثناء الظهور في الصور. ولفترة طويلة سادت إيماءة V أو الإصبع كبادرة ازدراء في إنجلترا. انتشر المفهوم إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة، وكذلك أستراليا وإيرلندا والهند ونيوزيلندا وباكستان. حيث تقول الحكاية الشائعة التي تشير إلى أصل هذه الحركة أنها مشتقة من إشارة قام بها رماة الأقواس الطويلة الذين قاتلوا في حرب 100 عام. فتقول الأسطورة أنه عند القبض على رماة الأقواس الطويلة الفرنسيين، تم قطع أصابعهم السبابة والوسطى، بحيث لم يعد بإمكانهم استخدام القوس والسهم، وبذلك استخدمت علامة V من قبل رماة السهم المعادين كحركة تدل على التحدي والسخرية. ولكن تطورت علامة V إلى علامة النصر الحديثة
في الرابع عشر من كانون الثاني لعام 1941، حيث أنه في ذلك اليوم استخدم وزير العدل البلجيكي السابق فيكتور دي لافيلي البث الإذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية لحث البلجيكيين على استخدام إشارة في كشعار لهم أثناء التجمعات خلال الحرب العالمية الثانية، وقد لاقى ذلك قبولاً على نطاق واسعاً لدرجة أن هيئة الإذاعة البريطانية أطلقت حملة في فور فيكتوري، وبذلك انتشرت رمزية الحرف والحركة في جميع أنحاء أوروبا المحتلة، وحتى رئيس الوزراء وينستون تشرشل بدأ في استخدام إشارة اليد تلك. ولكن الجانب المظلم من حركة اليد تلك هو الأهم والأكثر تميزاً، حيث يجب أن نسلط الضوء عليه وأن نظهر حقيقة الموضوع لأجل ألا يقع أحد باللغط، وهو أن تلك الحركة قد بدأ استخدامها قبل الحرب العالمية الثانية بمدة طويلة. كثير منا كان يقوم بحركة الفي في الصور أو لأصدقائنا كنوع من الفكاهة والمرح، سواء عندما كنا صغارا أو حتى هذه اللحظة، وذلك بحسن نية كامل بلا أدنى علم بأنها حركة مهينة من الدرجة الأولى منذ بدء الزمان. وبحسب الروايات والقصص التاريخية، إن حركة القرنين التي نقوم بها عند وضع يدنا خلف رأس أحد لا تعود بأصولها إلى المنطقة العربية رغم انتشارها الواسع، ولا حتى إلى الشرق الأوسط، ولكن جذور تلك الحركة تعود إلى أوروبا، وذلك في عصر الإمبراطورية الرومانية تحديدا، حيث أنه وبعد انتصار الجنود الرومان في معاركهم كان يتم تكريمهم بقرون يتم ارتداؤها على الرأس، وذلك دليل على القوة والشجاعة والسيطرة، ذلك أنهم انتصروا على العدو. إلا أن القصة لم تنتهي هنا، وإنما كانت تكملتها كفيلة بجعل هذا الرمز مهينا على مر العصور. كان الجنود المكرمون أولئك بعد عودتهم إلى منازلهم يفاجؤون بأن زوجاتهم قد قاموا بخيانتهم، ذلك أنهم كانوا بعيدين بسبب الحروب لوقت طويل، وبذلك أغلب الظن أنهم قد ماتوا في الحرب، وبذلك ارتبط رمز القرون بالشخص المغفل أو بالرجل الذي لا يستطيع السيطرة على أهل بيته. وقد تم استخدام هذا الرمز لمدة طويلة من الزمن، وقد تم اختيار مصطلح إنجليزي خاص به هو كات كولد هورنز، أو باللغة العربية عرف باسم قرون الديوث، واستمر الرمز بهذه الحركة على الرأس كدلالة على الشخص المغفل حتى أتت الحرب العالمية الثانية وأعطت مفهوما مغايرا لحركة اليدين تلك. ولكن الاختلاف يكون بأن إحداهما يشار بها برفع اليد علنا، والتي تدل على الحرية والنصر، بينما الأخرى تدل على الإهانة والتي توضع على الرأس مباشرة، وبذلك يتم التفريق بينهما.